أكبر مشروع جزائري قطري لإنتاج الحليب المجفف سيجسد بولاية أدرار، هي ثمرة شراكة وتعاون استراتيجي رسم معالمه قادة البلدين. هذا المشروع ستحتضنه مساحة إجمالية قوامها 117 ألف هكتار مكونة من 3 أقطاب لإنتاج الحبوب والأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج مسحوق الحليب. هذه الشراكة مع بلدنا نموذج حقيقي لتجسيد السياسة الاستثمارية المعتمدة من طرف الجزائر في مجال الفلاحة. هذا المشروع أيضا يسمح أيضا بتزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء وطبعا خلق عدد كبير من مناصب الشغل لتقارب 5000 منصب شغل مباشر ومساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار. توفير 50% من احتياجات السوق الجزائرية للحليب كمرحلة أولى قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، ذلك ما ستعمل على تجسيده الشراكة الجزائرية القطرية عبر هذا الاستثمار الذي فاقت قيمته المالية 3 ملايير دولار. مشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من حليب البودرة بنسبة 50% لدولة الجزائر بإذن الله. المشروع طبعا هو حيكون أكبر مشروع متكامل على مستوى العالم. المشروع الثاني بعد هذا المشروع بيكون تقريبا 70% من حجم المشروع اللي بإذن الله راح يشاد في دولة الجزائر. من المتوقع المباشرة في الأعمال على أرض الواقع خلال شهر أكتوبر الحالي بإذن الله. أحدث التقنيات في تسيير الثروة الحيوانية ورفع عدد رؤوس الأبقار تدريجيا أحد أهداف الاستثمار الذي يندرج ضمن استراتيجية الدولة لإنتاج واحدة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ويصب في سياق تعزيز الأمن الغذائي الذي تعمل الجزائر على تحقيقه.